الرحمن الرحيم، راح نتحدث عن مشكلة مخرج الصوت في جهاز دل E5440. هذا الموديل زي ما انتم شايفين. المشكلة طبعا انه سواء لو ركبنا مثلا في مثل هذه الحالة، عندنا جهازين، جهاز عليه ويندوز 10، جهاز عليه ويندوز 7. لو ركبنا السماعة على الاوديو جاك على مخرج الصوت، المشكلة انه راح تكون انه بيشعر بالسماعة انه ركبنا سماعة خارجية سواء سبيكر او هيدسيت كما في المثال الثاني، لكن الصوت ما بخرج، ما بكون في اي صوت على السماعة الخارجية. الصوت فقط بظهر من السماعة الموجودة في الجهاز في البلت ان. فبنلاحظ تسمعون الصوت، هاي الصوت فقط من السماعة الداخلية، سواء فصلنا السلك لو فصلناه نفس الصوت طبعا اللي بيظهر فقط من السماعة الداخلية، نفس الصوت اذا بتلاحظون. يعني الصوت ما بنقدر احنا اذا حابين نسمع صوت قوي ممكن نستخدم السماعة الخارجية، ونستخدم اذا حابين نسمع لوحدنا نستخدم الهيدسيت. بس في كلا الجهازين وجدنا انه يعني مخرج الصوت ما بيشتغل الجاك. سبب المشكلة في كلا الجهازين هو الدرايفر. سبب المشكلة في كلا الجهازين سواء في الويندوز 10 اللي عليه ويندوز 10 او اللي عليه ويندوز 7 هو الدرايفر. لو رحنا على ديفايس مانجر زي ما احنا شايفين هنا، اوكي هذه، لو رحنا على ديفايس مانجر بروبرتيز بالطريقة هذه، رحنا ديفايس مانجر، رحنا على الساوند، بنلاقي انه في عندنا كرت الصوت هو اللي عامل لنا مشكلة. ونفس الشيء في جهاز الويندوز، نفس الشيء قلنا في جهاز الويندوز 7. لو رحنا على الماي كمبيوتر نفس الشيء، بروبرتيز والكمبيوتر بروبرتيز، بعدين ديفايس مانجر، رحنا على الساوند، بنلاقي الريال تك هاي ديفينشن اوديو الموجود. طبعا حتى نحل هذه المشكلة في عندنا طريقتين. الطريقة الأولى إما إنه نحضر الدرايفر الحديث، نحضر الدرايفر من ال، إذا كان مثلا جهاز عندنا دل، نحضر الدرايفر من موقع الدل، الدرايفر الحديث. مع ملاحظة إنه الدرايفر الحديث أحيانا هو اللي ممكن يكون سبب لنا المشكلة، مع ملاحظة إنه الدرايفر الحديث هو اللي ممكن يكون سبب لنا المشكلة. طبعا نحضر الدرايفر من موقع دل للويندوز حسب الويندوز اللي عندنا. إذا عندنا ويندوز 10 مثلا زي هذا الويندوز، ويندوز 10 مثلا لازم ننتبه هل هي 64 بت ولا 32 بت. هاي ويندوز 10 64 بت، بنحضر ويندوز درايفر للويندوز 10 64 بت. هون عندنا ويندوز مثلا ويندوز 7 32 بت، ويندوز 7 32 بت، بنحضر درايفر للويندوز 7 32 بت الدرايفر الحديث. هاي طريقة. الطريقة الثانية انه كل ما علينا انه نروح للديفايس مانجر زي ما رحنا قبل شوي للديفايس مانجر، وفقط نقوم بعملية حذف، زين، نضغط على الصوت الدرايفر تاع الصوت، نقوم بعملية حذف للدرايفر هذه، ان انستول، اما ان انستول او حذف، يعني نفس الشيء هذه، ونفس الشيء للريال تيك هاي ديفينيشن اوديو، ممكن نقوم بعملية ايش، حذف دليت للدرايفر، ان انستول، نستخدم مفتاح او زر الدليت من الكيبورد. مرة ثانية بنحاول نخلي الجهاز يكتشف سكان فور هاردوير تشينج، يكتشف التغير اللي صار. هو رايح يعطينا الدرايفر المناسب للصوت. نيجي ل الويندوز 7، نفس الشيء نروح على الديفايس مانجر، الديفايس مانجر نروح ل
ساوند، نقوم بحذف باستخدام مفتاح الديليت، ديليت ذا درايفر، هذه طريقة من خلال ديفايس مانجر. ممكن نقوم بعملية حذف الدرايفر، نروح إذا كان البرنامج ممكن نروح ل البروجرامز اند فيتشرز سواء في ويندوز 7 او ويندوز 10، وبرنامج الريال تك نبحث عنه اللي هو له علاقة في الصوت، نبحث عنه ونقوم بعملية حذف له، نقوم بعملية حذفه. بس ما حصلناه هني لأنه قبل شوي احنا قمنا بحذفه من خلال ديفايس مانجر. بس إذا كان موجود نقوم بعملية حذفه من هذا الموقع، من Add Remove Programs. نفس الشيء واحنا في الويندوز 7، لو حاولنا سكان فور هاردوير تشينج، نعمل مرة أخرى، رايح يعطينا الدرايفر الخاص High Definition Audio Device، هذا اللي هو الديفولت الدرايفر اللي يعني بيجي مع الويندوز، طبعا بيشغل لنا الصوت هو، وراح يكون الحين راح نركب سماعات ونشوف انه في صوت بيظهر على السماعة الخارجية. وركبنا السماعة الخارجية الاكسترنال على، فقط حاولنا نلاحظ الصوت انه بخرج قاعد من السماعات اللي في الخارج، يعني انحلت المشكلة هذه بالنسبة للويندوز 7. بنجرب نشيل نفس الشيء، بنجرب على الويندوز 10، بنركب الجاك على الويندوز 10 وبنجرب نفس الشيء، نشوف الصوت هل بخرج على هاي. الحين الآن الصوت بخرج على السماعة الخارجية، لو كسرنا السماعة نتأكد انه مش راح يظهر الصوت، لو حتى نتأكد نلاحظ ان الصوت اختفى لانه ايش قصرنا للسماعة الى الحد الادنى. نرفع للصوت راح الصوت يظهر على السماعة الخارجية، معناته مشغل الصوت اشتغل او الاوديو جاك الخارجي اشتغل. هذا كل ما في الامر، نلقاكم ان شاء الله في حلقة اخرى مع حل مشكلة اخرى. السلام عليكم ورحمة الله.